رغم الظروف الصعبة التي خلفتها الحرب في تعز، تنامت المبادرات المحلية للتخفيف من أعباء المجتمع. مؤسسة رسالة لتنمية المرأة بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر اليمني كانت قد احتفت مؤخراً بتخرج 112 متدربة في مجال الإسعافات الأولية. برنامج آخر للدعم النفسي لجرح الحرب في تعز نظمته المؤسسة الرائدة الخيرية للتنمية الإنسانية بهدف تدريب وتنمية وتأهيل قدرات جرح الحرب وتجاوز المفهوم الخاطئ للإعاقة. إلى ذلك أثمرت جهود مؤسسة رعاية التنموية إلى كفالة 584 أسرة شهيد و78 يتيما، فيما نفذ مجلس الشباب العالمي مشروع دعم مركز الأمل لعلاج الأورام والسرطان بمحافظة تعز بدعم من مؤسسة راف. سلال إغاثية للفقراء والمتضررين قام بتوزيعها صندوق بني سميع في مديرية المواسط للتخفيف من آثار الحرب التي تسببت بها ميليشيا الحوثي والمخلوع. جهود قد تبدو بسيطة في نظر البعض، لكن آثارها تبقى كبيرة، خصوصا لأولئك الذين حرمتهم الحرب من أبسط مقومات الحياة.